سلامك وبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم نهار جديد وروتين جديد وفيديو جديد. مرحبا بكم معايا احبابي، هانتوما كي كتشوفوا اليوم غادي نصوب لكم هذه الاكله الغنيه عن التعريف، كنديرها مره. سمحوا لي احبابي بعدا عن الصوت، راني مريضه شويه باش كيف عليكم احبابي. كي كتعرفوا حنا الرواح كيجينا في الصيف ما كيجيناش في الشتوى. هذا كتكون الحراره وكنعطيوها للتدواش والمبرد، وكنمرضوا في ديما في الصيف. الله يبعد علينا البلا والباس يا ربي، الله يشافي الجميع. هانتوما احبابي كي كتشوفوا غنديرها بالعدس والفول والبصله والمطيشه، المهم راه معروفه غنيه عن التعريف. ولكن القديد راه حنا كنديروا فيها شويه ديال القديد، وانا درتها غير بالعدس والفول. فمرحبا بكم معايا الكبيدات باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، ونخليكم مع تتمه الفيديو. كبيدات حنا غادي نصبو في الكوكوت. اول حاجه غنديرو غنقطعو البصله ديالنا، غادي نقشرها ونعاود نتلاقاو معكم. وهذه الكبيدات هي البصله من بعد ما قشرناها، دابا غادي نقطعها على الطول شنو فات هكا. ودابا الكبيدات من بعد ما قطعنا البصله ومطيشه، دابا غادي نضيفوا واحد المعلقه ديال مطيشه الحك باش كتعطينا الخطوريه لهاد الطبق، لهاد المرق. لا هي المعلقه،
باش كتعطينا الخطوريه المرق ضروري نضيفو واحد المعلقه كبيره تاع مطيشه الحب، صافي الخبيدات. ودابا غادي نضيفو التوابل اللي عندنا هنايا، الخرقوم، هذا الخرقوم، وغنضيف البزار، ها هو هذا البزار، وغنضيف سكينجبير، وغنضيف مليحة الملح، وبطبيعة الحال الزيت، هذه الزيت الرومية، الزيت النباتية، وغادي نرد كل فوق النار باش يتشحر. ومرحبا بكم معايا الكوبيدات. الكبيدات دابا من بعد ما كيتشحر لينا، تشحر لنا البصله والمطيشه، دابا غادي نضيف الفول والعدس اللي غسلتهم مزيان ورطبتهم في الماء لمده 20 دقيقه. دابا غادي نضيفهم، ودابا غادي نروي ونسد على الكوكوط ديالنا ونخليها باش طيب. وانتم معايا الكوبيدات، صافي احبابي. كنسدو عليها وكنخليوها كطيب مده 25 دقيقه حتى 30 دقيقه على حسب طنجره الضغط اللي عندكم. وملي طيب احبابي نعاود نتلاقاو.
هنا القبيلات غادي نزيدو واحد شويه تاع السمن في الحار. ها هو هذا السمن الحار حبيبي، صافي نطلع فيه الغليه وغادي نسكيو القصريه. صافي الكبيدات ها هو الروى ديالنا وجد، ودابا غادي نسقيو، غنسقيو الخبز اللي درتو هنا في القصريه. حنا دابا غنبداو نسقيو بسم الله. عندي هنا حتى هاد الطبيصه الصغير طبعا نسقيه. صافي كوبيده ثاني سالي التسقيه، صافي الكبيدات هي القصريه تاعنا جدات يا حبابي. مرحبا بكم معايا، واللي كيشاهد قناه الام ماما ما ينسانيش من الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وخليو لي اللايكات ديالكم والكومنتات الزوينه وعلي خطيكم عليا يا اغلى واحلى متتبعين. وحتى لهنا وكنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، ونقول لكم بيداتي ديالي بسلامه حتى الفيديو الجاي. بسلامه بسلامه حبايبي، بسلامه. هذه هي بيتا شافت اللحم.